أقول يا صاحبي لبعث لك اليوم مكتوب يشهد الله من باب المعزة أعزك ولو طالت بيننا الدروب مكانك بالقلب وما حد وصل له مو كل الأصحاب تسكن القلوب أنت الصاحب اللي في محله وأنت اللي من الخوة محسوب والنعم من يلي ببالي وقصدته أودك ولو حطوا فيك عيوب يا أجمل شخص صاني عرفته ممشاك بين المخاليق مرغوب أفتخر بمثالك وأفتخر إني مدحته يا صاحبي لبعث لك اليوم مكتوب يشهد الله من باب المعزة أعزك ولو طالت بين الدروب مكانك بالقلب وما حد وصله. الشاعر محمد سنان.